وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أراد الله تعالى ليس فيها أثر ولا وجع وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة ورجبة عظيمة ففزعت منها وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال يفوح منهن رائح المسك الأكفر والند والعنبر وقد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض وقالوا لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين فشربت منه آمنة ثم قالت لما شربته أضاء من وجهي نورا ساطعا أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي ثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض وقائل يقول خذوه وغيره عن أعين الناظرين فإنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد فإنه رسول رب العالمين قالت آمنة فأخذني الفزع والجزع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسمع
تسبيح يا